من الفقهاء من الحكومة من الوزارة أي واحد بدل الفارة منكم تحسوا بي ما تعرفوا باللي احنا صبارة بالحق باللي عطورة طورة ديالنا حتى المغفارة حنايا ماشي غنم نتوما ماشي نزارة حنايا مسؤولية ونتوما مسؤولين شطارة صافي ما بقيناش يخافوا خرجة من المغارة عقنا بيكم غير هضارة كلمة تكون غبارة قولولي باش كتحسوا باللي الشعب بحال دوارة ما جابر ما يعقل براسو غير كيضيع خسارة سنين تضيع في الحبس ولا في الهوب بلا تنصارة لا تنافس عن قش الكرا وتنحنا في الدعارة كيعيشوا حياة الزنقة غير أبراتهم غير حكارة حتى تنحى شعار كيكي والزبارة وما بقى قدم الفرس ونصفر الصفارة عما هادي غير رسالة بدمعوا على الفقارة هادي رسالة مكتوبة عقب وضوع الفقارة ليش حروف خارج عم القلب على باليش بالحرب حيث انا فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك الهضر عليك يا بلادم هي رسالة كاتبين راك الشباب ما خلاو في طقو ما خلاو حتى باب قاو سنين يتسنى وباقي ما كاين حتى جواب صافي القلب راه طاب والراس على بكري الشاب الامل في المستقبل خاب وانتوما هما السباب قتلتهم بالوعود ما شافوا غير الضباب ما كاين ادرك فيني هراب كاين غير الصراب كاين قتل في الاحلام ودفن تحت التراب اخاوا كلشي كذاب عشيري كلشي نصاب حتى اللي جرام غله اليوم ولا حطاب حتى اللي خلى الزبل اليوم رجع عيش الطاب علاش الضامي الغرب حيت القانون الغرب الخير ما عنده حباب والشر هو الغلاب وشكون تكونوا باش تحكموا علينا بها الاعداء ودابا سمعوا بحالكم في العراق هذه رسالة مكتوبة قدام مجموع الفقراء حروف خارجة من القلب على باليش بالحرب حيت انا بقيت فبلا ما تعمل راسي قافل ولا ما عارفش ولا باللي راك الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر هذه رسالة مكتوبة عقب دموع الفقراء اللي جاريين في دمي وحروف خارجة من القلب على باليش بالحرب حيت انا بقيت بفمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسميش شكرا بس